استعدادات على قدم وساق للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والحكومة تؤكد أنه خارطة طريق جديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري. موسكو تحاول الاحتفاظ بالسيطرة على خيرسون، وزيلنسكي يشيد بنتائج جيدة يحققها جيشه في مواجهة الروس. بدء حملة لاختيار خلف لليز تراس ووزيرة شؤون مجلس العموم البريطاني أولى المرشحات 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. مع بدء العد التنازلي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، تستعد الدولة لخارطة طريق جديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري. خارطة طريق تستند على آراء الخبراء والمختصين كل في مجاله، عنوانها المشاركة وقوامها الرؤية العلمية والعملية الخالصة. تنطلق بعد غد الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة وفق 3 مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ جمال، بعد التحية، أيام قليلة تفصلنا عن المؤتمر الاقتصادي الهام، كيف ترى هذا المؤتمر وتوقعات حضرتك ليه؟ كل التهاني والتقدير لحضرتك والساده المشاهدين. خلينا نقول انه المؤتمر الاقتصادي مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي تاتي في التوقيت المناسب وتؤكد حرص الدوله المصريه التي تعمل على مختلف المسارات، حرصها الشديد على تحقيق كافه الاحتياجات والحلول وتقديم الحلول والخروج بنتائج ومخرجات تهم المواطن وتصب في صالح المواطن المصري، وتؤكد أن المواطن المصري في عقل وقلب السيد الرئيس وفي عقل مؤسسات الدولة المصرية، وأنها حريصة كل الحرص على فتح آفاق للمناقشة. مؤتمر يضم حوالي 500 ضيف من الخبراء والمتخصصين ومختلف مؤسسات الدولة من رجال الصناعة والتجارة ورجال الأعمال وغيرهم والخبراء، من أجل الوصول إلى نتائج مهمة، خاصة أن هذا المؤتمر يأتي في سياق تمر به الدولة المصرية في تنظيم أكثر من حدث وأكثر من مؤتمر على أكثر من مسار. نحن نتحدث عن الحوار الوطني وهو يتزامن أيضا مع المؤتمر الاقتصادي، وهو يعني عندما نمد خيط على استقامته نؤكد هنا على أنه الحرص الشديد من المؤتمر الاقتصادي أو المحور الاقتصادي في الحوار الوطني يتلازمان ويتتقام بعضهما البعض، خاصة الهدف الرئيسي من المؤتمر الاقتصادي هو البناء على ما تم من إصلاح قامت به الدولة المصرية عام 2016، وهو الإصلاح الذي قاد هذه الدولة وقاد مؤسستها للعبور من الضربات المتلاحقة التي لحقت بالعالم أجمع وفي القلب منه مصر، جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية. ورغم ذلك هذا الإصلاح ساعد في صمود وثبات ورسوخ مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة كل هذه التحديات، وبالتالي المؤتمر يهدف إلى البناء على هذا الإصلاح ويعني تقديم كافة المحفزات التي تصب في مصلحة المواطن وتواكب التحديات. وهنا يعني خلينا نقول يعني الهدف هو تحويل الأزمة العالمية إلى فرصة للدولة المصرية والعبور منها طبقا لنظرية التحدي والاستجابة. وبالتالي هنا لما عندما نتحدث عن المسارات اللي حضرتك ذكرتها، سواء السياسات الكلية للاقتصاد أو القطاع الخاص أو خريطة الطريق، إذا نحن أمام جدية بالغة من رأس الدولة المصرية واهتمام شديد من رأس الدولة المصرية، وهناك يعني حرص شديد من قبل مؤسسات الدولة على الوصول إلى أفاق ومسارات جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الجميع ومن ثم تؤثر على الدولة المصرية ومحاولة العبور منها. وأتوقع بكل تأكيد أن هذا المؤتمر ستكون له نتائج إيجابية قوية جدا تفتح آفاق ورؤى وخطط لمعالجة الأزمات الاقتصادية في مختلف المجالات، سواء الصناعة أو التجارة، الاستيراد أو التصدير، مختلف المجالات. وبالتالي خلال الثلاث أيام سنستمع إلى أخبار مضيئة في هذا المؤتمر الاقتصادي ونتوقع له نتائج يعني مهمة جدا إن شاء الله. نتمنى النجاح لهذا المؤتمر. الشكر الجزير للسيد الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي. إذن تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات المؤتمر الاقتصادي بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين. وفي سياق آخر، أرسل منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار والإدانة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، أملا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتم
سيتناوله من قضايا اقتصادية. يأتي ذلك في إطار ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه يوم 10 أكتوبر الجاري بدعوة رئيس مجلس الوزراء المجلس والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار لحضور المؤتمر الاقتصادي، كذلك بتلقي مخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، وتفعيلا لتأكيد مجلس الحوار الوطني على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار. هذا وتنطلق الأحد المقبل فعاليات المؤتمر الاقتصادي بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. وفي هذا الإطار نستعرض مع حضراتكم أبرز الملفات التي سيتناولها جلسات اليوم الثاني للمؤتمر. We'll be right back.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغذاء العالمية بدءا من الشهر القادم. وشدد المركز الإعلامي على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، وذلك من خلال توزيع عصا بيضاء عليهم بمدارس المكفوفين واستقبالهم في أندية الشرطة. في تقليد سنوي تحرص عليه وزارة الداخلية، وفي إطار دورها الإنساني والمجتمعي في التواصل مع كافة فئات المجتمع، شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء. فقد استقبلت أندية الشرطة عددا من طلبة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية رفقة مشرفيهم، وتم تنظيم احتفالية كبيرة لهم وتوزيع عصا بيضاء عليهم. عندي أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل. وتضمنت الاحتفالية رحلة نيلية تخللها الاستمتاع بأجواء مبهجة على صفحة نهر النيل، حيث أثنى الأطفال على اهتمام وزارة الداخلية بهم. أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. جينا على نادي الشرطة استقبلونا استقبال حلو وركبنا على المركب. هو صراحة يوم حلو وكنا مبسوطين جدا صراحة. أشكر إدارة النادي وأحب أشكر وزارة الداخلية والرئيس. صراحة كان يوم حلو وتسلموا على المجهودات اللي أنتوا بتعملوها معانا ويعني ربنا يخليكم. بشكر وزارة الداخلية على إنها بتسلم ولادنا العصا البيضاء وعلى الاحتفالية اللي عملتها لهم ورحلة النيلية وعلى توزيع المأكولات والمشروبات والاهتمام بجد بيهم. طبعا ده تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفعلا يا جماعة يوم جميل جدا جدا وحاجة مشرفة، وبنشكركم جدا جدا عليها ونتمنى ان يستمر التعاون ان شاء الله. ايدك في ايدي في حبنا تبقى جنة، مش بس غنى ده نور جديد بدايته بينا. ومع تواصل الاحتفالات باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، تم إيفاد مأموريات إلى مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية بنطاق عدد من المحافظات، وتم توزيع عصا بيضاء عليهم، والتي تمثل رمزاً لقدرة المكفوفين على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق حياة مستقلة. وأشاد الأطفال بهذه اللمسة الإنسانية التي تقوم بها وزارة الداخلية كل عام بالاحتفال معهم بهذه المناسبة. العصاية البيضاء ديت هي اللي بتفيدني بالحركة، وأنا بتحرك بيها وأمشي بيها في كل مكان. ادوني عصاية جديدة وحلوة وحلوة. أنا سعيدة جدا وكلنا سعداء جدا بزيارتهم دي، وبنشكرهم على كل حاجة بيعملوها لينا، وبنشكرهم كمان على إنهم ما افتكرونا في اليوم ده، ونشكرهم جدا ان هم واقفين جنبنا في كل حاجه، وكمان ان هم ادونا هدايا جميله جدا واسعدونا، فشكرا جدا لوزاره الداخليه. ايدك في ايدي في حبنا تبقى جنه، مش بس غنوه ده نور جديد بدايته بينا. وبهذه المناسبة فتحت وزارة الداخلية المواقع الشرطية الخدمية أمام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لاستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان لمدة أسبوع، وهو ما يؤكد على الأبعاد الإنسانية في الاستراتيجية الأمنية والتي تسهم في دعم ومساندة كافة الفئات.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 117 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 22 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 95 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 722 قضية، من بينها 181 قضية خبز ناقص الوزن و191 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 163 طنا. في ظل استمرار ندواتها المختلفة بالمحافظات، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة حوارية حول قضية الدين العام. تأتي الندوة التي نظمتها التنسيقية تمهيدا لجلسات الحوار الوطني بهدف طرح الأفكار لمواجهة تأثير الأزمات العالمية وانعكاساتها على مصر. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة وجلسة حوارية حول قضية الدين العام تحت عنوان ضرورات ومخاوف، والتي تأتي تمهيدا لجلسات الحوار الوطني التي تسعى لطرح الأفكار لمواجهة تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر. جميع من حضروا كان لهم بعض الأطروحات والرؤى حول التعامل مع قضية الدين العام، وخرجنا بعدد من التوصيات الجيدة للغاية لهذه القضية. وطبعا يعني لا يمكن إنكار جهود الدولة في مجال التنمية الاقتصادية بوجه عام، خاصة موضوع يعني أو مشروع الاستحاضة الهيكلية الاقتصادية المصرية. أيضا جاءت الأطروحات والرؤى في تعزيز المضي قدما في هذه الإصلاحات لأنها هامة للغاية، خاصة على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأنها جالبة للاستثمارات. أكيد الزملاء في الحوار تبنينا فكرة التوسيع الضريبي لقاعدة دافع الضرائب يعني دافعين الضرائب عدد قليل، فإحنا إزاي نزود القاعدة دي. فكرة كمان جذب الاستثمار وعمل آليات إن إحنا نجذب استثمار أكتر. فكرة كمان التصنيع ثم التصنيع، لأن دي من الحاجات القوية جدا اللي تخلي الدين العام بتاعك فعلا يقل ويبقى معادلاته أكتر. بدأت الندوة بعرض أهداف الحكومة للتعامل مع أزمة الدين العام ومدى وصوله للحدود الآمنة، ومن ضمنها تخفيض نسبة الدين العام لأقل من 80% قبل عام 2027. وأتاحت الندوة الفرصة لبعض الباحثين في المجال الاقتصادي والخبراء وطلاب الجامعات المهتمين بملف الدين العام لعرض أفكارهم وآرائهم حلول مقترحة، مثل جذب الاستثمار ووضع نظم مستقلة لإدارة الدين العام وتخفيض الإنفاق وتعديلات تشريعية متنوعة. اليوم كان الحديث في ورشة العمل عن الدين العام باعتبارها أحد اللجان في المحور الاقتصادي الخاص بالحوار الوطني. طبعا قدمت مجموعة من المقترحات خاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، ضبط الأداء العام للموازنة العامة للدولة، أيضا خلق موارد جديدة من شأنها تخفيف العبء على الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي. أهم الأفكار اللي كنت حابة أن أنا أتكلم عليها النهاردة أن إحنا أكيد نهتم بالمشروعات الصغيرة اللي بتحصل دلوقتي في الفترة دي. في مشروعات صغيرة كتير جدا الشباب بتقوم بيها، شباب عندهم مواهب فعلا أن هم يقدموها للدولة، هتساعد جدا في الدخل بتاع الدولة، أن هي تزود الدخل وتحسن من مستوى معيشة الشباب دلوقتي وكده. محتاجين ان احنا نحط محددات وضوابط محددة تخدم الطريق للجمهورية الجديدة اللي جاية ان شاء الله. كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد شكل لجنة للدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ضمن المحور الاقتصادي، وهو الذي تعمل على مناقشته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال ندواتها المختلفة بالقاهرة والمحافظات الأخرى.
أطلقت أمانة حزب حماة الوطن محافظة سوهاج أولى جلسات مناقشة محاور أوراق عمل الحوار الوطني ضمن سلسلة من الندوات والمؤتمرات بمختلف المحافظات، وتهدف هذه الجلسات لبحث أهم مطالب الجماهير من الحوار الوطني الجاري تنفيذه، وكذلك الاستماع لمقترحاتهم تجاه كافة المحاور القائم عليها الحوار الوطني، ومن ثم انتقاء ما هو أنسب وطرحه خلال جلسات المناقشات. تم اليوم عمل الحوار الوطني في كل المجالات، في كل خدنا، في الصحة، في الزراعة، في التغيرات المناخية، في كل المجالات اللي بيتم مناقشة فيها في المحليات، في انتخابات المحليات. والحمد لله احنا استضفنا هنا مجموعة من العلماء بمحافظة سوهاج في كل التخصصات المختلفة، كل يدلي بدلوه فيما يخصه، لأن في الأول وفي النهاية في الآخر خالص بنطلع بتوصيات. يمكن أهم التوصيات اللي تمت النهاردة في ظل الظروف المحيطة بنا، التوصيات خاصة بالانتخابات المحليات، يعني ضرورة سرعة إجراء الانتخابات المحليات، كمان موضوع الانبعاثات الحرارية والتأثير المناخي على المحيط اللي بيحيط بنا حاليا، في مشاكل كثيرة بموضوع الانبعاثات الحرارية بتواجهنا. فيعني دي أهم التوصيات اللي يعني تتوصى بها النهاردة في الاجتماع. النهاردة بنتناقش مع شباب محافظة سوهاج حول حوار وطني للتغيرات المناخية، وإزاي نقدر كل واحد فينا يكون مسؤول عن دوره في كيفية التأقلم مع التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات. والنهاردة اتكلمنا برضه عن البصمة الكربونية، وإزاي كل واحد فينا بقى له بصمة كربونية، إزاي المفروض نقلل هذه كمية ثاني أكسيد الكربون اللي بينطلق للجو. لف التعليم هو حديث الساعة في كل بيت مصري. هناك تطوير حدث في المرحلة السابقة، بدأ بمبادرة السيد الرئيس لتطوير التعليم المصري والتي شهدت انطلاقة بنك المعرفة، ثم التطوير الذي صاحب المراحل الأولى من التعليم الابتدائي والمراحل الأولى، وإدخال التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم، وأيضا تطوير. تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27. للمزيد ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، تحياتي لك. اطلعنا على آخر المستجدات حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ. تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة السلام والأمل شرم الشيخ، حيث نستطيع أن نقول الآن نحن بصدد المرحلة النهائية والأخيرة من وضع اللمسات الأخيرة على عدد كبير من المشروعات بيأتي على رأسها تطوير ورفع كفاءة لأكثر من 15 ميدانا من أعمال تشجير، وأيضا أعمال النخيل والتجميل، وأيضا المساحات الخضراء. ومن بين هذه الميادين ميدان السلام وأيقونة، أيضا هذا الميدان تم فيه أعمال تجميل وتشجير وإنارة، وأيضا تم وضع لأكثر من 500,000 متر مربع من الطرق وأيضا من المساحات الخضراء بامتداد عدد من المحاور والطرق على رأسها محور وطريق الشيخ زايد وأيضا السلام. ولو تحدثنا عن المشروعات أيضا الخضراء والصديقة للبيئة في إطار تحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة خضراء ذكية، تم الدفع أيضا بعدد بما لا يقل عن 270 حافلة صديقة للبيئة خضراء ذكية، وأيضا تم تحويل عدد 8 محطات وقود إلى العمل بالوقود النظيف. وهناك العديد والعديد من الأعمال التي تم وضع اللمسات الأخيرة والنهائية، منها قاعة المؤتمرات والمنطقة الزرقاء التي سوف يقام فيها عدد من الفعاليات الرئيسية الخاصة بمؤتمر المناخ كوب 27، وأيضا المنطقة الخضراء التي سوف تتم فيها الفعاليات الموازية لفعاليات المؤتمر. هذه ضمن جهود كبيرة ومشروعات كبيرة، أكثر من 30 مشروع هنا في مدينة شرم الشيخ لتحول هذه المدينة مدينة خضراء تستعد لاستقبال أكثر من 30,000 مشارك في هذا المؤتمر. نتحدث أيضا عن تطوير لبوابات المؤدية إلى محاور مطار شرم الشيخ وأيضا القادمة منه، حتى تكون في استقبال جميع الوفود. تتأهب مدينة شرم الشيخ في اللمسات الأخيرة لاستقبال جميع الوفود وانطلاق فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27. أشكرك شكرا جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري.
مع احتدام الصراع في خرسون، رفض الكريملين التعليق حول تساؤلات تتعلق بقيام الرئيس فلاديمير بوتين بإصداره أمرا للقوات الروسية بالانسحاب من مدينة خرسون الواقعة جنوبي أوكرانيا. وأحال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف السؤال إلى وزارة الدفاع. يأتي ذلك في الوقت الذي يجلي فيه مسؤولون معنيون من روسيا في الوقت الحالي عشرات الآلاف من سكان الضفة الغربية من نهر دنيبرو الذي يقسم المنطقة، مؤكدين أن الموقف ما زال متوترا في مواجهة عملية التقدم الأوكرانية. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن جيش بلاده يحقق نتائج جيدة في مواجهة القوات الروسية في منطقة خرسون. ووجه زيلينسكي الشكر إلى جنود اللواء المشاة معلنا الاستيلاء على أكثر من 30 عربة مصفحة و1000 مقذوف للدبابات و3 قطع مدفعية من القوات الروسية. أكدت وزارة الطاقة الأوكرانية أن روسيا استهدفت نصف قدرات كييف على توليد الطاقة من المصادر الحرارية وتسببت في أضرار تقدر بمليارات الدولارات في هجمات منذ 10 أكتوبر. وأضافت الطاقة الأوكرانية أن 30 إلى 40% من البنية التحتية للكهرباء تعرضت لهجمات وصفتها بالمتعمدة لتدمير منظومة الطاقة الأوكرانية، وهو هدف تقول إنه لم يتحقق. كانت روسيا قد كثفت من هجماتها الجوية على أوكرانيا الأسبوع الماضي مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة في استهداف كييف ومدن كبرى أخرى وأيضا البنية التحتية للطاقة. دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة إلى التحقيق في الاتهامات بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة أجنبية الصنع لمهاجمة أوكرانيا. وفي رسالة وقع عليها مبعوث الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة أيدت الدول دعوة أوكرانيا لإجراء مثل هذا التحقيق. أعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا بعد استقالة ليز تراس. بيني موردنت التي تولت سابقا حقيبتي الدفاع والتجارة الدولية أوضحت أنها تعتزم الترشح والفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة لتكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء من أجل توحيد البلاد. كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رئيسة حزب أخوة إيطاليا جورجيا ميلوني والتي فازت في الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة. وقبلت جورجيا ميلوني بتولي هذه المسؤولية لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد. وصلت محافظة شمال سيناء احتفالها بذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة، حيث تم افتتاح 55 منزل بدوي ومسجد في منطقة وسط سيناء. وقام محافظ شمال سيناء محمد شوشة بتسليم 10 تجمعات تنموية بمركزي الحسنة ونخل للمنتفعين، حيث تم تسليم كل منتفع منزل و5 أفدنة جاهزة للزراعة. كما دعا المحافظ أبناء منطقة وسط سيناء إلى التقدم للمرحلة الثانية من المشروع والتي سيتم الإعلان عنها خلال الشهور القادمة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وبهذا البيان عن درجات الحرارة نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. استعدادات على قدم وساق للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والحكومة تؤكد أنه خارطة طريق جديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري. موسكو تحاول الاحتفاظ بالسيطرة على خرسون، وزيلنسكي يشيد بنتائج جيدة يحققها جيشه في مواجهة الروس. بدء حملة لاختيار خلف لليستراس، ووزيرة شؤون مجلس العموم البريطاني أولى المرشحات. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع دينا عبد الكريم. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور عليكم، ومبسوطة جدا أكون معاكم وقاعدة مستمتعة وأنا بتفرج على النشرة وأنتم بتقدموها. شكرا جزيلا وبالتوفيق ليك يا دينا، وحلقة موفقة إن شاء الله، ويعني هننضم لصفوف المشاهدين يتابع الحلقة. بشكركم، بشكر كل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.